السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة كروشيلول. النهاردة هنكمل بقية الفيديوهات اللي قلنا عليها ان احنا هعمل لكم كذا فيديو لكذا طريقة في نعمل بيها دراع للشنطة الكروشيه. فالنهاردة هنعمل طريقة اسمها الحبل الروماني او الحبل اللاسيه الروماني. هو حبل حلو قوي وبيبقى متين جدا لشغل الكروشيه. ممكن تستخدميه في دراع شنطة الباك او اللي هي بتلبسيها على الظهر، او ممكن برضو في الكتف، بس انا برجحها اكتر بيبقى للظهر، بتبقى الطف يعني وبتبقى جميل وشكله لطيف. فتعالوا نشوف بيتعمل ازاي. اول حاجة احنا بنعمل غرزة عقدة البداية، نعمل مع بعض عقدة البداية، بالشكل ده كده. وبعدين نرتفع سلسلتين. في اول سلسلة احنا عملناها بنعمل غرزة حشو بس ما بنكملهاش للاخر، بنعمل بس الحلقتين كده ونطلع نفوت في غرزة الحشو العادية. كنا بنطلع من الحلقتين مرة واحدة، لا هنا بنطلع بس من حلقة واحدة وبنلف الخيط ونطلع من الحلقة التانية، بالشكل ده كده. بعد ما عملنا كده بيتكون معانا هنا حلقة كده في الجنب، هي دي هنا كده، دي بقت تكونت معانا، دي هنعمل فيها الغرزة اللي بعد كده، بندخل فيها وبنعمل فيها الحشو اللي بعد كده كده، وبنطلع منهم هما الاتنين بالشكل ده. بعدين هنلف الحبل من الجنب كده، هيكون في عندي هنا كون هنا حلقتين، بندخل في الحلقتين دول وبنعمل حشو كده، وبنطلع من الحشو التاني ونلف كده الناحية التانية. في الجنب التاني هنلاقي برضو فيه هنا تكون هنا حلقتين، هندخل برضو في الحلقتين دول ونعمل حشو كده، ونطلع للحشو التاني ونلف في الجنب، هيكون في حلقتين، هنطلع ندخل في الحلقتين دول ونعمل فيهم حشو كده كده. وهكذا بقى نفضل بقى نلف كده من الجنب ده على الجنب ده للجنب ده للجنب ده. كل ما يظهر معاكي الحلقتين اللي في الجنب دول بتدخلي تعملي فيهم غرزة حشو. وبكده بقى انتي كده كونتي حبل اللاسيه الروماني للكروشيه، مش شنط الكروشيه. وممكن تستخدميه في اي باي خيط تاني، انا هنا مستخدمة الكليم، ممكن تستخدميه في اي خيط تاني هيبقى حلو برضو، بس في الكليم بيظهر اكتر وبيظهر متانته. شوف ما شاء الله متين وناشف وقوي، يعني ما بيمطش حتى، كمان بياخد مثلا الشنطة لو فيها تقل بياخدها ويسقط، لا هو ماسك نفسه كده. ندخل في الحلقتين اللي اتكونوا في الجنب دول كده، بالشكل ده كده. تفضلي بقى تشتغلي بالطريقة دي لحد ما توصلي لطول الدراع اللي انت محتاجاه، وبتقفي بقى على كده خلاص. وبعدين كده بتركبي بقى فيها الحلقات، الحلقات سهلة الفتح، بتتفتح عادي زي مثلا دي. ثواني اوريكم، ثواني دي واحدة زي دي مثلا، حلقة زي دي كده بتبقى سهلة جدا. بتدخلي بقى يعني مثلا خلاص، انا ثواني هنكتفي مثلا بالطول ده كده للدراع، هعمل بس اخر غرزة دي
كده بالشكل ده. نعتبر خلاص ان احنا وصلنا للطول المناسب، وخلاص هنقص الخيط والباقي نلضمه جوه الحبل بالطول كده، وبعدين نيجي بقى نركب الحلقة كده فيه بالجنب كده، نشبك في الحلقات بتاعته. طبعا دي هتكون انت خلاص نهيت الشغل دي، انا عشان لسه الخيط موجود فباينه يعني كده. يبقى انت كده خلاص خلصتي الدراع بتاعك، وتقدري بقى ترددي وتقومي مدخلاها مشبكاها في الشنطه. وخلاص يبقى انت كده شبكتي الدراع في الشنطه بتاعته. بس خلاص كده، دي كانت فكرة الحبل اللاسيه الروماني. ممكن افكه تاني واعمله معاكم البداية، لان البداية اللي بتلخبط شوية. احنا قلنا ان عملنا سلسلة بداية عقدة البداية، وعملنا ارتفعنا سلسلتين، وفي السلسلة التانية بنشتغل غرزة حشو، بس ما بنكملهاش للآخر، بنسيبها اتنين على حلقة كده ونطلع من واحدة في واحدة بالشكل ده. هيتكون معانا في الجنب هنا حلقة، بتدخلي جوه الحلقة دي وبتعملي حشو بالشكل ده، وتطلعي من الحشو التانية. هيتكون معانا بعد كده الحلقتين اللي في الجناب دول، هتدخلي فيهم حشو، وبعدين يتكون معاكي حشو تاني، هتطلعي من الحشو التانية اللي اتكونت معاكي، بعدين هيتكون معاكي هنا حلقتين بتدخلي فيهم، تطلعي حشو، وبعدين بتطلعي من الحشو اللي موجودة عندك على الإبرة، وهكذا تقعدي تلفي بقى كده مع الحلقتين دول لحد ما توصلي لطول الحبل اللي انتي محتاجاه بالشكل ده كده. وبكده يبقى خلاص وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون فاتكم لو بمعلومة بسيطة، اتمنى ان شاء الله يعجبكم وتنفذوه بكل سهولة. ولو في اي استفسارات، اي اسئلة عايزين تسألوها اكتبوها لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكم. وقابلكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.